متواجدين معكم اليوم بمشفى تشرين الجامعي بمدينة اللاذقية لحتى نرصد الواقع الخدمي بهي المشفى ونشوف شو الخدمات المقدمة للمواطنين، كيف عم تتم معالجتهم، كيف عم تتم المعاملة معهم. بتعرفنا بحضرتك؟ دكتور يونس عيسى، رئيس شعبة الإسعاف بمشفى تشرين الجامعي. اهلا وسهلا فيك دكتور. هلا دكتور، بالنسبه للاشخاص اللي ممكن صايره معهم حاله اسعافيه وجايين للمشفى، مين من قبل مين بتتم معالجتهم يعني بشكل سريع؟ اهلا وسهلا فيكم. اولا بتتم معالجتهم بشكل سريع من قبل الاطباء المناوبين عندنا على مدار ال 24 ساعه. ففي عندنا اطباء من كافه الاختصاصات وكافه السنوات، مقسم عندنا الاسعاف لاسعاف جراحي واسعاف داخليه. تمام. فحسب الحاله المصابه، المريض حسب الشكوى ممكن يجي لعنا للحاله الداخليه، وحسب الاختصاص الممكن او الشكوى اللي عنده بيتم التعامل معه وطلب الاجراءات والتشخيص اللازم. طيب بالنسبه مثلا فينا نلتقي باحد الاطباء بعد اذنك اللي عم بيعالج بس هيك ولو؟ اهلا وسهلا. حضرته طبيب دكتور؟ دكتور اذا بتريد. يعطيك العافيه. اهلا دكتور، حضرتك يعني دارس طب، مخلص طب ولا؟ لا مخلص طب، يعني سنه ثانيه اختصاص داخلي عام. تمام. هلا بالنسبه للحالات الضخمه، يعني بتيجي حاله اسعافيه بحال يعني بتكون هيك شديده، حضرتك قادر انك يعني تتلقى هذا الموضوع او ممكن تحول الموضوع لقسم ثاني؟ عدة سنوات، نحن سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه، يعني عرفت كيف، في تسلسل، واي حاله اسعافيه اكيد ما في ولا طالب طب بيقدر لحاله، حتى اخصائي حتى لو كان لحاله مستحيل، بدك اجباري كادر كامل، بده يكون سنه على الاقل اربع اطباء. بالنسبة للأربع أطباء دكتور، حضرتك سنة ثانية دراسة صحيح دكتور، مين ممكن مثلا أنا بقسم الإسعاف جاي ممكن يساعدني غير الدكتور؟ كانوا عم بيخبرنا أنه ممكن يكون في أكثر من اختصاص يعني أو أكثر. دائما هي السنوات العليا هي بتشوف المرضى، بالنسبة لنا بنشوف الحالات البسيطة وبتم استشارتها حسب الاختصاص. تمام. لأنه عندنا الاختصاصات من الصدرية والقلبية والجراحة العامة والداخلية، فحسب الشكوى إذا عندنا المريض هو اختصاص عبارة أو الشكوى عنده صدرية، فمناوب الصدرية السنة العليا اللي هو بمصابة الأخصائي بيشوفه بيشرف عليه وبيتحول بنعمل له الاجراءات اللازمه. تمام. يعني كبدايه استقبال للمرضى، يعني دائما بيكون في مناوبين هون مثلا بالقسم الاسعاف بشكل دائم عندنا مناوب. ممكن نشوف المناوب مثلا من قسم مثلا اي قسم مثلا يكون من درجه. اهلا وسهلا بعد اذنك. شكرا كثير دكتور. يعطيك العافية. يا هلا، أهلاً. يا هلا. حضرتك اختصاص قلبية. قلبية. الدكتور تعرفنا بحضرتك دكتور؟ أنا الدكتور كوميت أبودس، سنة ثانية داخلية قلبية مشفى تشرين الجامعي. هلا في حد يعني مثلا مثل حالة قلبية حاليا شفناك عم تشخص الحالة هون أو عم تدرس، طيب ممكن حدا اختصاصي لسنوات اكثر مثلا يساعدك او ما في او هيك لحالك؟ لا بيساعدوني. لا اكيد في لازم يكون في مشرف عليه. في مشرف، اكيد في مشرف، بس بتعرف قله اعداد الاطباء بالمشفى، يعني عم تحول مشكله، موضوع السفر كمان عم يحول مشكله بقله اعداد، في نقص اطباء لا باس فيه، يعني اضافه لزياده عدد المراجعين. يعني هلا بتعرف الوضع الاقتصادي للعالم، يعني معظم العالم عم تجي على مشافي حكوميه، تمام، حتى الاصغر الاسباب، فاحيانا عم يكون في احيانا زحمه غير مبرره صراحه. فنحن عم نتعامل مع الوضع، يعني واذا طلب اي مشكله، يعني دائما نحن بنفحص المريض كخط اول، وبعدين نحن بنفرزهم، يعني مثلا المريض العصبي بنسلمه لعليا المناوب العصبيه الفرعيه وهيك. يعني الله يعطيكم العافيه. يعني الحالات الاستثنائيه اللي بتصير او الحالات الشديده خليني اقول بتم معالجتها من قبلكم او من قبل المشرف عليك او من قبل الدكتور الاختصاصي؟ هلا الفكره انه نحن بالاسعاف كخط اول بنفحص المريض، الحاله العصبيه بنسلمه لمشرف العصبيه المناوب العصبيه، هو بيقبله بقسم العصبيه ويتابع من قبل اخصائي مباشره بقسم العصبيه. طيب انت ما لازم يكون عليك هون مشرف مثل برجع لا يعني مشرف في دائما، بس حاليا مو موجود. حاليا لا في موجود، هو مشرف. تمام. مشرف اسعاف باي شيء اي شيء اضطرينا عليه بنحتاجه نحكيه فورا، يعني موجود هون بالقسم من اي لك. تمام. وبيصير في، يعني كان عم بيخبرني هلا الدكتور قبل الهواء انه بيصير في يعني مثل شيء دوري، يعني كل شوي بيصير في عنده في تبديل بالشيفتات، يعني صراحه شيفت اسعاف 8 ساعات بعدين بيجوا اطباء او كادر جديد يعني. تمام. يعطيك العافيه دكتور، شكرا كثير لك. دكتور يعني شفنا انه الحالات اللي عم بتتم يعني معالجه الحالات من قبل اشخاص مختصين بس هن طلاب دراسات. نعم. بالنسبه للاطباء الاختصاصيين ما لازم يكون عندنا بقسم الاسعاف حدا مختص يكون دائما مع المرضى؟ عندنا
عندنا نحن دائما عندنا اخصائيين مشرفين من ناحيه الداخليه ومن ناحيه الجراحه، اللي بيقوم بالفرز دائما بيقوم بالفرز، والحالات اللي بدها عباره عن عنايه او بدها قبول او بدها بوجود الاخصائي دائما بنوجد الاخصائي، الاخصائي دائما مناوب على الهاتف، موجود عندنا دائما من كل الاخصائيين هو عباره عن اساتذه، والاستاذ عاده ممكن يناوب 10 ايام، يعني ما فيك تقول له يكون متواجد على ارض الواقع، فنحن الحالات اللي بتستدعي حقيقه عم ياخذ المريض الشكل الامثل من الخدمه، ونحن انا بنفسي بحكم الصدفه شفتني عم نشرف الحالات او نشوف الحاله اللي هي او الشكوى الاساسيه وبناء عليها، لانه عندك في حالات كثير بسيطه ما بتتطلب وجود بدي اقول لك لا مرافقين ولا وجود اخصائي، فنحن دائما المريض بصراحه يعني عم ياخذ خدمه كثير مثاليه. الله يعطيكم العافيه. الامكانيات المتاحه. الله يعطيكم العافيه، يعني وكمان بظل الازدحام الشديد اللي عم يصير بالمشرف، الله يعطيكم العافيه عن جد. خالي فينا ناخذ بس هيك منك، كيف حضرتك جاي على قسم الاسعاف بمشفى تشرين، كيف شفتي المعامله؟ كيف شفتي؟ والله كلنا كويسين الله يعطينا العافيه، ما قصروا معنا وكلياتهم عم يعتنوا فينا اعتناء شديد. كان في استجابة سريعة؟ سريعة ايه والله سريعة، الله يعطيهم العافية. طيب الطبيب حضرتك اللي جاي على القسم او جاي مع حدا؟ لا والله اجيت لحالي. لحالك، في خير ان شاء الله، هيك معافاه يا رب. طيب حدا اللي فحصك هو طبيب مختص؟ ايه والله طبيب مختص كان هون. شخص لك بشكل دقيق؟ شخص لي وتحاليل، عملوا لي تحاليل جزاهم الله خير، ما قصروا الشباب كلياتهم. الله يعطيك العافية وان شاء الله معافاه يا رب.